عندي شيء بالبيت وطعم الدنيا. انت هلا في سوريا يعني باليرموك؟ تمام، هي بالمخيم باليرموك. بنوكل يوجعان. الموضوع كبير في المخيم لأنه الإنسان متطلباته من الحياة أكبر. حصار، كل ما طار الحصار كل ما صار كارثة إنسانية أكبر. في حياة ناس بتناضل وبتموت وبتجوع، وإحنا بالسينما بنسميها مواد. إلي سنة مش شايفته. في صبية بتحبك. بتحبيه كتير؟ لا كتير. وانت كمان بتحبها؟ وانا بحبها. شو صار؟ انا كنت بحكي معك ليلتها. متجمعين الناس كانوا عم يستنوا المساعدات، وشفت عينك في عائلات على اساس كانوا تطلع المرضى والاولاد الصغار وهيك، فنزلت قذيفه على الناس اللي هي واقفه. اي حدا بموت ما في سبب، بموت قنص ولا بموت باشتباك ولا بموت بقذيفه، ما في سبب لأنه حدا يموت. وشعب واحد، عالم واحد، يا الله منا وغيرك يا الله يا الله. خلينا نشوف، خلينا نفكر شو ممكن نعمل، شيء بركة قدرنا نعمل شيء.